ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل بكاكين الفلاحي بطريقه سهله. احنا قدامنا المقادير اهي، دي سمنه انا مسيحاها، هنحط الخميره والسكر على الدقيق وزلط الملح وننزلهم في العجان او نعجنهم من غير عجان عادي. واحنا بنعجن طبعا بنجمع العجينه بتاعتنا باللبن، يعني اللبن مش هقدر احدد كميه قد ايه لان هو اللبن للعجن لحد ما تتكون معانا العجينه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ابدا اول ما تتكون معانا العجينه ابدا انزل بالسمنه عليها واعجن تاني، لان كل ما بعجن كل ما العجينه تطلع معانا جميله حلوه خالص. طبعا هي حتى لو بتلزق لما هتهدى هتتجمع معانا كده وهتبقى حلوه لما تخمر، بس نسيبها بقى نحطها في مكان ده فيه تخمر ونبدا نقرص فيها. شايفين كده؟ وبعدين هنغطيها، طبعا هنغطيها بكيسه او مشمع عندنا يكون نضيف طبعا بتاع الاكل، وهنبدا نفردها كده قد القرص. طبعا الحجم ده برضك يرجع لكم، ما مش انا يعني لازم يتعمل الحجم ده، ممكن يبقى اكبر. واحطها على قماشه وافرد واحط على قماشه واغطي واحط قماشه، يعني اعملها طبقات واسيبه يخمر كويس قوي. هنا اهو انا بسويهم في الحله عندي زي ما انتم شايفين بيقب اهوت، وكل طبعا ما يخمر كل ما نتيجته تبقى افضل. انتوا شايفين هبدأ اطلع. طبعا انا الحلة اللي عندي دي بحط عليها من فوق وبرجع بعد كده ادخله في الصينية بيستوي فيها. لو في فرن هينفع برضو ان شاء الله، او على البوتاجاز من فوق في طاسة زي ما انتوا شايفين اهي بيرتفع اهوت. بيتحمر معانا طعمه حلو قوي وحاجه نظيفه كده الولاد ياكلوها. طبعا انا باخد اللي انا حطيته على الحله من فوق بنزله في الطاسه، حاجه سهله كده وسريعه لو احنا ما عندناش عيش ولا او نعمله جنب اكله كده محتاجه عيش معمول في البيت. انا عندي الولاد من كتر حلاوته بياكلوه حيف ساعات. لما شايفين شكله جميل ازاي، جربوا يا رب يعجبكم، وبالهنا والشفا.